بداية أستاذ سامر أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. الله. خلينا بداية نتعرف بشخصك الكريم أكثر بعيدا عن الألقاب. سامر النقبي مين هو؟ سامر بديت في المصارف، في شغل مصارف. تعاملت في مصرف أمريكي لمدة 10 سنوات سيتي بنك. أكمل دراستي طبعا في دبي الجامعية، ثم في لندن في جامعة اسمها لندن بزنس سكول في إدارة الأعمال، ثم انتقلت إلى مجال العقارات طبعا فترة بسيطة. ما شاء الله، يعني بزنس مان وصغير شوي. كل شيء بديت أنا بدري سبحان الله. يعني نعرف سر النجاح، البدايات كيف كانت؟ والله ما في الاجتهاد، الحمد لله رب العالمين، فضل من ربنا طبعا، ثم دعم الناس اللي حولنا يعني طبعا. أنا بديت أشتغل في البنك وأنا عمري 20 سنة، يعني كانت أول وظيفة وآخر وظيفة. في دورك كموظف؟ يعني دوري كموظف طبعا. وبديت كموظف صغير ووصلت الحمد لله لمساعد رئيس البنك ما شاء الله قبل ما اطلع، ثم صادفت يعني الشريك. انهيت بعد 10 سنوات؟ بعد 10 سنوات كنت في هيت 10 سنوات في عمر ال 30 بعد هالوظيفه اللي دامت 10 سنوات بالضبط. قررت اليوم نقله نوعيه بحياتك بالضبط. من موظف بالضبط. نحكي عن هالنقله هاي. نفس الشيء تعتبر كإدارة موظفين وناس. انت اذا تعرف تدير مثل ما يقولون people management تقدر تديرهم اي مكان في اي مجال. صح. اوكي، هذا اهم اهم مثل ما نقول الصفة المطلوبة في المدير في الإداري. فهذا ما كان تحدي، بما ان كنا في البنك مدير وادير شركة. يعني كان عندك الاكسبيرينس. كنت تقريبا مدير اقليمي في البنك، فهذا كان موجود يعني الحمد لله رب العالمين. بس طبعا مسؤوليات ان تكون انت مالك الشركة تختلف شوية طبعا. هني انت مسؤول عن اذا ما تحركت الشركة يكون الموضوع مختلف تماما. طبعا هذا التحدي كان في البداية، ان كيف نقدر ننتقل من شركة صغيرة الى شركة كبيرة مستقرة ماليا، كيف نقدر نكبر موظفينا معانا مع كبر الشركة، ما كيف نختار موظفين الصح اللي بيظلوا معانا فترة أطول، بالذات في مجال العقارات. يعني هذا الموضوع صعب شوية، لأن الناس الباك جراوند تبعهم الليون في هذا المجال مختلفة تماما عن أي قطاع ثاني. قبل ما نحكي احنا شو عن الريال استيت، خلينا نحكي ليش هذا المجال بالذات. ليش يعني من البنوك للإدارة في البنوك للريال استيت؟ والله نحن كنا نفكر يعني بشيء يلمس الحياة اليومية للناس، فالعقار شيء لابد منه، كل واحد يحتاجه. فبغض النظر عن الدائره الاقتصاديه اللي يمر فيها الوضع، دائما هو طبعا في طلوع ونزول. صحيح. بس دائما احتياج العصر، احتياج اليوم. اوكي، فكنا ندور على شيء مجال من هالنوع. بنفس الوقت شفنا في فرصه في السوق، في نقص من حيث الخدمات المقدمه. يعني صار مجال العقار انه بالذات في الوساطه العقاريه، وهذا اللي بدانا فيه ونجحنا فيه، اللي هو بدأوا موظفين الوساطة العقارية يفكروا بمصلحتهم قبل مصلحة الزبون. أكيد. فنحن شفنا فرصة أن في نقص خدم. نقص خدمة في تقديم الخدمة، بالذات بموضوع التملك الحر في هذه المنطقة، لأن عادة التملك الحر هذا كان مسيطر عليه من الجنسيات الأجنبية. فنحن بغينا شركة محلية بخلفية عالمية، بحيث أنها تجمع هالشيئين مع بعض. والحمد لله كانت فعلا شيء اشتغل، بحيث أن موظفينا من طبعا من دائما حرصنا أن يكونوا من جنسيات مختلفة من كل نواحي العالم. بنفس الوقت الإدارة والمدراء من المنطقة. فهذا الشيء ساعد أنه يخلق هاي التكامل بسبب معرفتهم بالمنطقة اللي حولها. طبعا من يوم تأسسنا، من يوم الأول كان تركيزنا فقط على الخدمة للعميل وتوصيل متطلباتهم، لأن أنت في العقار لازم قبل أنت تعتبر مستشارة، وين ما تقول له هو بيروح. فهذا الشيء حرصنا عليه من أول يوم، ولا زلنا نحرص عليه. فهذا كان الفارق، وهذا اللي شفنا فيه فرصة في ثغرة مثل ما يقولون في السوق، فحبينا نملاها. يعني الخطوة الأولى بهالمجال، الخطوة الأولى طبعا كان القرار. أول شيء أن تطلع من وظيفة براتب زين،
بالذات لما يكون عائله واولاد عندك، هذا الموضوع يكون شويه صعب وانت مرتاح يعني في وظيفتك، ما في اي شيء، وفي نمو اليوم الحمد لله. في خوف انه انا ممكن انجح ممكن ما انجح. وفي نمو. الفتره اللي بدينا فيها بعد كانت فتره يعني مو بوقت الطفره، مو ب 2006 بدينا ب 2014 2015 فهاي الفتره كانت اصلا اوريدي كل الناس يقول لك انت مجنون بتغير شغل وظيفتك المدير بنك لشركه عقارات، خطوه جريئه. هي خطوه جريئه، ومن ضمنها العائله نفسها يعني كيف تقنع زوجتك واهلك، هذا كان بعد صعب، بس طبعا بدعم الناس اللي حولنا. اكثر شخص كان دعم لك لحتى تقدر تستمر؟ طبعا القرار هو كان زوجتي طبعا، واصلا الفكره طبعا من شريكي سيد سعاده عبد الجليل البلوكي، فهو كان يعني داعم. فلما يكون عندك شخص مثل هذا ما تتردد ابدا انك تكون معه، فهذا الشيء الاساسي. وطبعا بعدين دعم الاهل اكيد. نحكي شوي عن 2014 لليوم، نحكي عن 3 سنوات في عمر هالشركه، بدنا نعرف وين كانت، شو المحطات اللي مرقت فيها الشركه لحتى توصل اليوم للي هي فيه. يعني ما شاء الله 3 سنوات هي مش مده كافيه لانها تفتح لك هالمجال او توصل للي انت فيه لاي شخص ثاني. انا بحكي لكن مرات الاراده والتصميم الخبرات اللي موجوده الاصرار على النجاح هي اللي بتعطينا هاي القوه لحتى نوصل وين ما بدنا. في هالثلاث سنين كيف قدرت تحقق هذا الشيء؟ طبعا كل الحمد لله رب العالمين، بفضل ربنا تحقق هالشيء. بس يعني اول سنه قضيناها طبعا في تاسيس الشركه، الموظفين حرصنا على اختيار الموظفين الصح، حطينا مثل ما يقولون البروسيسز والرولز والبوليسيز الصحيحه والقوانين، ركزنا كيف شو الـ شو الـ شو الـ شو الخطه تبعنا، شو بنكون، شو بنختلف عن غيرنا. فمثل ما قلت لك كان موضوع الاختلاف الكبير اللي هو الخدمات اللي نقدمها والكواليتي مثل ما يقولون جودة الخدمات. بنفس الوقت حرصنا كيف دبي انت عارفها كلها عبارة عن معتمدة على العالمية، فكيف نقدر نوصل أكيد. نوصل العقار يعني البرودكت كثير كبير بالضبط، فكيف نقدر نتجاوز المنافسة بنفس الوقت نظهر دبي ونسوق دبي عالميا. فكان كل مثل ما يقولون عصر الأفكار على هاي المواضيع، كيف بنسوق، كيف بنختار الناس الصح بحيث ان نضيف للشركه ونضيف لدبي ونضيف للزبائن كعامل اول. فالسنه الاولى كانت اختيار موظفين، تدريب، تاسيس الشركه، وطبعا تاسيس علاقات مع المطورين. فكان اكثرها يعني مع عمار دماك دبي العقاريه الى اخره. خلال السنوات، خلال السنه الاولى واول فتره، خلال الربع الاول طبعا، ما شاء الله. فوقعنا العقود مع هاي الشركات الكبرى الحمد لله، وطبعا اسسنا الهيكل الرئيسي للشركه. فهو عندنا كذا قسم، قسم العقارات تحت الانشاء اللي هي تقييد البناء، قسم العقارات المكتمله، قسم إدارة العقارات. هذا اللي بلشتوا فيه؟ هذا اللي بلشنا فيه، وكله طبعا تم في التزامن، بس في شيء بدأ أسرع. فإدارة العقارات طبعا من البداية بدأنا فيه بشيء كبير، والعقارات قيد الإنشاء ثم العقارات المكتملة لازلنا نكبر إلى اليوم الحمد لله رب العالمين. إحنا ما بننسى فضل الشيوخ وحكام الإمارات بعد رب طبعاً. العالمين على هالبلد، لهيك بدنا ناخذ رسالة شكر. والله يعني هاي الفترة اللي نحن فيها الشيخ محمد بن راشد أعلن هاشتاج شكرا محمد بن زايد، والشيخ محمد بن زايد أعلن هاشتاج شيخ شكرا محمد بن راشد. فهذا يعني إجا بالوقت المناسب، وطبعا نحن من جهتنا بعد نشكرهم. طبعا ما بيصير من أي شيء من هالأشياء اللي سويناها نحن إذا مو بدعمهم والعمل الجاد اللي يبذلوه يعني أكيد. ما ياخذ جهودهم الجباره اللي بعطوها. طبعا الشيخ محمد بن راشد طبعا اقرب للشيخ محمد بن زايد، يقول انه ما ياخذ اكثر من اسبوع في السنه أكيد. اجازه، فانك تجد قياده في هالاجتهاد وفي هالاجتهاد وما ياخذوا غير اسبوع اجازه في السنه، هذا شيء كبير يعني. بيعطوك دعم معنوي لحتى انت تقدر برضه يعني تكمل. فالله يقويهم ان شاء الله ويعيننا الرد شيء من الجميل اللي يعملوه لنا وللبلد. احنا دائما يعني بنتمنى لدولة الامارات انه يديم عليها هالامل وهالامان وهالنعمه ويطول بعمر شيوخها وحكامها ان شاء الله.